أسبرين، إعداد وتقديم هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2016. مرحبا مستمعينا. الموصل وحلب وبيروت، دمار آخر في سوريا، الحرب التي كشفت الغطاء. عنوان حلقتنا لليوم: حرب ضد التنظيم أم مخطط إيراني لإخضاع السنة؟ طبعا بالفقرة الأولى مقال للكاتب غسان شربل بصحيفة الحياة بعنوان الموصل وحلب وبيروت. بيقول الكاتب المقال: لم يكن مقدرا لدولة البغدادي أن تعيش طويلا، العراق لا يستطيع احتمالها، والمنطقة لا تقدر أو لا تقدر على التعايش مع وجودها، العالم لا يستطيع غض النظر عن ارتكاباتها حين تختار مجموعة إرهابية العيش تحت عنوان ثابت ومعروف ترتكب خطأ قاتلا. قوة الإرهاب تكمن في سريته وقدرته على التخفي حين يصبح له عنوان يبدأ العد العكسي لشطبه، ثم أن تنظيم داعش بفكره وطبيعته وأساليبه هو عملية انتحارية واسعة. اللافت هو أن رحلة داعش ألحقت أفدح الأضرار بمن ادعت أنها جاءت لنصرتهم وأيضا للدفاع عنهم. يعاقب المكون الذي ينتمي إليه أصلا أبناء داعش مرتين، الأولى على يديه والثانية على يدي خصومه. قال المسؤول الكردي: أنا لا أقلل من تضحيات الجيش العراقي والبشمركة، ولكن من دون الغارات الأمريكية كان يمكن لمعركة الموصل أن تكون مريرة وطويلة وشبه مستحيلة، واعترف بأنها قد تستغرق بعض الوقت لأن أوباما لا يستطيع أن يفعل في الموصل ما فعله بوتين في غروزني أو ما يفعله حاليا في حلب. لدى أوباما معارضة ورأي عام وصحافة حرة، في حين نجح بوتين في تطويع المؤسسات والأصوات وإلحاقها بمطبخ القصر. يعني ربما هذا المسؤول الكردي، طبعا نحن نعرفه ورأينا التصريحات التي قال فيها، السؤال هو إلى أين تعود إذا استعيدت هذه الموصل إلى قاعدة التوازن أو المسؤولية الوطنية أو تبادل الاعتراف بين المكونات؟ ستكون استعادة الموصل خطوة ناجحة على طريق استعادة العراق، وإذا استخدمت أيضا نتائج هذه المعركة، معركة الموصل، لتعزيز الخلل في التوازن بين الشيعة والسنة، فهي ففكرة داعش رح تضل أو ستبقى حية أو ستستيقظ عند أول فرصة. هي دائما كالقنبلة الموقوتة. يعني صحيح، يعني أنه في سؤال آخر كمان، أنه إلى أين سترجع الموصل؟ يعني البعض يقول نريد تحرير الموصل، لكن إلى أين سترجع؟ هل سترجع للبشمركة أم للحشد الشعبي الشيعي، أم سترجع الموصل إلى أهلها، أم سترجع إلى حيدر العبادي؟ ماذا يريد حيدر العبادي، وماذا يستطيع أن يفعل، وماذا يريد نوري المالكي وجنرالاته، وماذا يستطيعون أن يفعلوا، ماذا يريد قاسم سليماني من الموصل في ظل طبعا هذا الانشغال بدخان وحرائق وتدمير مدينة الموصل فوق رؤوس أهلها قبل التنظيم الذي طبعا ربما قياديوه قد هربوا بأسلوب خفي. الآن ربما هذا الوضع يعني يمكن أو لا يمكن تشبيهه بما يفعله الروس في حلب بما يفعله الأمريكيون في الموصل. الأزمة مختلفة، وهوية اللاعبين وحساباتهم أيضا هي مختلفة. أزمة حلب سابقة طبعا على وجود جبهة النصرة أو وجود تنظيم الدولة بريف حلب أو بدرجة الخطورة، بينما الإيرانيين والروس عم يصروا وطبعا معهم النظام على استعادة حلب الشرقية، بيصروا على أنه الانتصار بحلب هو الانتصار في سوريا بأجمعها. الانتصار في هذا الفصل دائما بالنسبة للروس خلال عملياتهم هو فصل مهم من حروبهم الطويلة والمستمرة. بيقول الكاتب: كان الاعتقاد أنه سيمنع سقوط النظام أي الروس، لكن سيرغمه على السير في حل سياسي شبه معقول، ثم ساد الاعتقاد بأنه سيكتفي بمحاصرة حلب ليطلق مبادرة جدية للحل، ثم اكتشف الجميع أن حلب
مجرد محطة في برنامج الانقلاب الكبير الذي ينفذه بوتين ضد الغرب وحلفائه لإعادة تطويب روسيا قوى عظمى مرهوبة أو مرهوبة الجانب. إذا حلت عقدة حلب بأسلوب غروزني فإن الحرب السورية ستنجب مزيدا من حسن الحظ أن بيروت لا تعيش ما تعيش الموصل وحلب، لكنها معلقة في النهاية بمصير المدينتين من زاوية الجغرافيا والانخراط وأيضا المشاعر. هذا لأن الكعك من ذاك العجين، يعني قطعت وتواترت المنطقة لتقطع الآن في تقاطعها أو لتصل الآن في تقاطعها إلى الجمهورية اللبنانية. أبقتها بلا رئيس طبعا منذ سنتين ونصف السنة. الذين يحلمون أو حلموا بالفوز السريع للمعارضة في سوريا عادوا خائبين، ومثلهم الذين حلموا بهزيمة سريعة للمعارضة أيضا عادوا خائبين. كانت بيروت مدينة مهمة يوم كانت رئة وملاذا وشرفة، وأيضا خلينا نسميها بين كوتيشن، هذا التسمية ربما تكون أصح، مختبرا. بيروت طبعا التي كمشت، أو لبنان الذي كمش قامته لانحسار القامات على المسرح اللبناني. لكن رغم ذلك يبقى لما تعيشه هذه المنطقة شيء ربما من المعنى أو من القرب. تشهد بيروت طبعا حاليا محاولة لإنهاء عهد ما سمي اصطلاحا الآن عهد الرأس المقطوع، يعني تسير في الاتجاه المعاكس لحروب التفكك والطلاق في كل من العراق وسوريا. بيقول الكاتب: في وصول العماد ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية حفلة لتوزيع كؤوس السم على مؤيديه ومعارضيه. ربما يعني البعض يشبه وضع الحريري الآن بأنه ما عليه إلا أن يتذوق ويتجرع كأس السم هذا وبكل رضا أيضا، يعني لا خيار، إما أن يبقى الرأس مقطوعا أو الاتفاق على أقل الأشياء السيئة، ولو نحن بنعتبره أسوأ الأشياء السيئة. بيقول الكاتب: هناك ما هو أهم من قصة الجنرال، هل يستطيع اللبنانيون أن يعبثوا برسالة أو يبعثوا عفوا برسالة جديدة في هذه المنطقة المهددة بأن توغل أكثر في عصور الظلام؟ رسالة مفادها أن بيروت يمكن أن تتسع ليعيش الشيعي والسني والمسيحي في دولة واحدة وعلى قاعدة تبادل الاعتراف واحترام الحقوق والمخاوف. أنا لست سائحا غريبا، لا أطالب بأكثر من شبه جمهورية وشبه دستور وشبه قانون، وربما أيضا تطالب بشبه دولة خالية من الميليشيات. يعني مثل هذه الخيمة ضرورية ربما، أو مثل هذه المظلة خلينا نقول نشبهها ضرورية للسني والشيعي والمسيحي، مهما توهم أي طرف منهم في لبنان أنه قوي أو أنه يستطيع أن يملي ما يريد بملء إرادته أو حسب استطاعته. لا خيار الآن أمام العراق وسوريا غير التفكك بخيمة من هذا النوع، البعض يقول، لكن التجربة جدا مختلفة ولا تشابه لبنان في شيء، إلا إذا حاولت لبنان أن تربط نفسها ومصيرها بما يحدث في سوريا والعراق ضمن طرف من الأطراف، وهو ما يحاول حزب الله أو ميليشيا حزب الله جرهم إليها. فاصل ونرجع. بفقرتنا الثانية بحلقة اليوم مقال للكاتب سمير الزبن بصحيفة العربي الجديد بعنوان دمار آخر في سوريا. طالت في سوريا الأزمة، الحرب، الثورة، الانتفاضة، المذبحة إلى آخره، سمها ما شئت، طالت أكثر مما قدرت أو قدرت أكثر التوقعات تشاؤما، وتوغلت في الدم والحاجة إلى حدود فاقت كل توقع. نعم، تخرج الأزمات، الحروب، الثورات أجمل ما في الإنسان من تضامنات، فهي لحظة تاريخية فارقة لا وبل تحولية. يسعى أجملنا إلى المساهمة في دفع هذه التحولات إلى المواقع المرغوبة من خلال دعم الساعين إلى التغيير بالوسائل المالية أو بدعم الفئات الأكثر حاجة
بين كتلة العائلة القريبة أو الأصدقاء لأقرب لاستمرارهم بالعيش بكرامة. يستحق المستقبل هذه الوقفة وهذا الانحياز، يستحق كحد أدنى دعم هذه المتغيرات. هذا مما لا شك فيه، فالحلم بسوريا أخرى بات في متناول اليد. كل من يعرف سوريا يعرف قصصا من تضامن العائلات والأصدقاء لا تصدق، قصص فيها الإيثار، ما يجعلها نموذجا استثنائيا في الوفاء. ففي مواجهة الموت والحاجة هناك دائما ما هو استثنائي في العلاقات بين البشر. ربما يعني الامتداد الزمني الطويل لما يحدث في سوريا، قلب المعادلة أكثر من مرة ما بين من يدعم ومن لا يدعم، وبين من يدعم مرة وبين من لا يدعم مرة واحدة، وبين من يحتاج إلى الدعم وبين من لا يحتاج إلى الدعم. هناك مقتدرون طبعا كثيرون قدموا الكثير، لكن وجدوا أنفسهم وما حولهم من داعمين إلى محتاجين إلى الدعم. انقلبت الآية يعني، انقلبت السفينة على الملاح. أكثر ما يطيل أمد الحرب في سوريا هو ليس الحاجة إلى الدعم، كون الداعمين الآن أصبحوا بحاجة إلى من يدعمهم في الأرض السورية. ربما من ناح اعتناق أي قرار أو رأي أو الرضوخ لقرارات الغير ليلعب دورا حاسما في مجلس الأمم أو على ربما على الساحة الأممية. بيقول الكاتب: إذا كان المثال قريبا إلى تقدير الواقع المقبل بصرف النظر عن نتائج الصراع على الأرض، حتى لو سقط النظام اليوم أو تم التوصل إلى تسوية سياسية تحتاج إلى أكثر من 20 عاما لتقف على قدميها، فكيف في حال استمرار التدمير الذي نراه والذي لا يعرف أحد متى يمكن أن يتوقف؟ هناك آخرون ممن تعهدوا أسرهم في الدعم وأخذوا ينسحبون من الوقوف إلى جانب عائلتهم لأسباب واهية، في وقت يزداد وضع هؤلاء تدهورا. ما بعرف إذا لازم نحكي عن الاستثمار أو ما هو الاستثمار الأفضل الآن. البعض يقول يعني أنه الاستثمار الأفضل في ظل الأوضاع الإنسانية اليائسة والبائسة التي طبعا تعيشها سوريا اليوم هو هجرة العائلة أو أفراد منها على الأقل، أو تغييب جزء منها على الأقل. هؤلاء الناجين المعذبين في الأرض، الناجين من المحرقة في سوريا التي ترتكب على يد النظام والعدوان الروسي، تقع مسؤولية إعالة عائلاتهم التي ستبقى في سوريا زمن طويل، وكلنا بنعرف هذا الشيء. يعني الأغلبية الساحقة من السوريين الذين سيبقون في سوريا كانوا يعملون أم عاطلين عن العمل، سيبقون بحاجة إلى مساعدة دائمة ومستمرة ودورية سنوات طويلة ما بعد توقف التدمير في سوريا. كما أن مثل ما قلنا أنه الأزمات دائما تخرج أجمل ما في الإنسان من تضامن، فبالمقابل أيضا تخرج أسوأ ما عند الآخرين. ولأنه كمان يعني جميع الشعوب ليست ملائكية، حجم الصراع على الفتات بين المحتاجين هو صورة أخرى من صور إطالة الحرب التي يلعب بها اللاعبون الكبار، هذه اللعبة القذرة برمي الفتات لكي يتصارع عليه الجميع. كل ذلك وغيره دفع إلى متغيرات هائلة داخل المجتمع السوري وداخل العائلة الواحدة طبعا في السنوات التي طلقت أو تلت عفوا انطلاق الثورة السورية، خلفت أثار اجتماعية أو صحية أو نفسية حتى. من الصعب لقريب منها أو بعيد أن يسلم منها. يعني ليس كل السوريين اليوم أنفسهم، هم ليسوا كما قبل عام 2011، هم تماما مختلفين عن قبل عام 2011. لم يتغيروا طبعا بفعل الزمن أو بفعل المكان، إنما تغيروا بفعل الظروف وبفعل الألعاب التي تحاك عليهم والألعاب التي تحاك ضدهم. تغير السوريون كما تغير العالم اليوم، كما تغير الكثير ممن هم في بلدانهم. فاصل من الرجل.
بالفقرة الثالثة طبعا والأخيرة من حلقتنا مقال الكاتب عبد العزيز التويجري بصحيفة الحياة بعنوان الحرب التي كشفت الغطاء. بيقول هل هي فعلا حرب لتحرير الموصل أم هو صراع محموم لإخضاع هذه المدينة ذات الأغلبية أو الغالبية السنية للمخطط الإيراني الطائفي كما أخضعت من قبل مدن ومناطق أخرى تم استلامها من تنظيم الدولة؟ هل كتب على الموصل أن تصبح مثل حلب مدينة عربية سنية مدمرة عن آخرها؟ هناك أطراف عدة تتصارع للانفراد بالاستيلاء على الموصل، فالجيش العراقي ذو الغالبية الشيعية طرف واحد منها، والحشد الشيعي الذي يأتمر بالأوامر الإيرانية ويخدم المصالح الإيرانية أيضا طرف آخر، هو في العراق مثل ميليشيا حزب الله في لبنان. ولقد ثبت أن الحشد الشيعي هذا إذا دخل مدينة أو قرية بعد سيطرة داعش عليها عاث فيها فسادا وقتلا لا وبل تدميرا، وارتكب أيضا جرائم ضد الإنسانية في حق المواطنين العراقيين السنة انتقاما منهم وثأرا لما يقال دم الحسين، هذا الثأر الهستيري يعني كما يرددونه بشكل هستيري. أيضا حصل هذا في الفلوجة، حصل هذا في تكريت، حصل في غيرها، اليوم سيحصل في الموصل قطعا وفي محافظة نينوى أيضا، و فيما إذا طبعا سلمها تنظيم الدولة. دائما كان واقعين بين نارين، نار التنظيم والآن نار الحشد الشعبي الشيعي. من المستغرب الآن أنه العالم عم يسمع من أفواه المسؤولين العراقيين بهي الأيام تصريحات على أنهم حريصين على السيادة العراقية، بأنهم حريصين بأنهم لا يقبلوا بوجود أي قوات أجنبية فوق أراضيهم. يعني هم من يقصدون؟ لا نعرف، هم فقط يقصدون القوات التركية التي جاءت إلى بلدهم بطلب عراقي عندما كانت العراق بأمس الحاجة إلى من يدرب قواتها في حربها ضد التنظيم. الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت العراق بسنة عام 2003 لم تنسحب من هذا البلد العربي المنكوب حتى اللحظة، يعني وهي لا تمثل الشعب العراقي بجميع مكوناته، يعني حتى اللحظة يعني لم تنسحب. هناك خبراء، هناك 6000 خبير أمريكي، وهناك حرس قوات خاصة يحمونهم هناك. ماذا يفعلون هؤلاء في العراق؟ هناك 7000 ما يسمى بين كوتيشن مستشار إيراني بالعراق، ماذا يفعل هؤلاء؟ هناك قوات بشمرقة، ماذا يفعلون في العراق؟ هناك ميليشيات غريبة لا نعرف مسماها أو من أين أتت، ماذا تفعل هذه في العراق؟ يا من تقبلون أو لا تقبلون أن تنتهك سيادتكم، ألم تقبلون أن تنتهك هذه السيادة من قبل الإيرانيين؟ لماذا الإيرانيين؟ يعني نحن ما منشرط والله منقول أنه لا أقبلوا بالأتراك ولا لا تقبلوا، بس الواحد إذا بدي أقول أنا صاحب سيادة يجب أن تكون السيادة للشعب العراقي بكافة مكوناته، وليس لطائفة على حساب الأخرى، وليس من دولة طائفية على حساب الدول الأخرى أيضا. في هذا الإطار طبعا نفهم لماذا تصر أو يصر حيدر العبادي أو حكومة بغداد وبشكل مفاجئ على انسحاب الجيش التركي من العراق، خصوصا بعد تأسيس الحشد الوطني من السنة الذي صار يعرف اليوم بحراس نينوى بقيادة المحافظ السابق للموصل. هذا الحشد الوطني السني تلقى تدريباته من الجيش التركي، ترى فيه إيران خطرا كبيرا على مصالحها في الموصل، وخطرا كبيرا أيضا على مصالحها في محافظة نينوى، لأنه طبعا إذا شارك في عمليات تحرير المدينة وبقيادة غير مباشرة من الجيش التركي فسوف يكون حارسا لأهالي الموصل، وهو ما لا تريده إيران التي تريد تفريغ المنطقة وتريد أيضا أن تفتعل المقتلة والمجازر في هذا أو في هذه المدينة. وإذا كانت تركيا يعني تعلن والله صراحة عن بقائها في تلك المنطقة لحماية السنة أو لضمان مصالحها بعد خروج تنظيم الدولة من الموصل، طبعا هذا شأنها، لكن هاي المعركة تنتظر الجميع، هي طبعا التي ستندلع بعد هذه المعركة مباشرة، فمن سيحكم محافظة نينوى؟ هنا المعركة وليست في الموصل، المعركة ما بعد الموصل، المعركة ما بعد عودة القرى والبلدات التابعة للموصل.
يعني هل ستكون أيضا كما فعل بمحافظات سابقة ومدن سابقة؟ هل ستظل تابعة للسلطة الوطنية العراقية أم ستكون امتداد لإيران بطريقة مباشرة وبغير مباشرة، خاصة في ظل التغيير الديموغرافي اللي موضته جديدة هلأ صار عم يصير؟ لكن هاي موضة التغيير الديموغرافي تكون فقط مع الإيرانيين إذا دخلوا أي مكانا عثوا فيه فسادا وأيضا غيروه وهجروا أهله وحرقوا ما فيه. السؤال الآن الذي يقلق المتضررين الحقيقيين من إرهاب تنظيم الدولة أو إرهاب الحشد الشيعي الشعبي أيضا، لأنه لوجوده طبعا بالعراق أو بسوريا قد لا يضر بعض الأطراف، ربما طبعا في سوريا سيستغل بما أنه هلأ داعش عم يتصدر على سوريا من الموصل أو من نينوى، لن يضر بوتين في شيء. سيفعل بوتين أو سيفتعل البوتين هذه الحرب، وهو في ظل تضيع الوقت من أجل ذلك سيقول بأن الحرب هنا حرب ضد تنظيم الدولة، سيؤجر أو سيستأجر آراء كل الدول وسيستأجر السلاح وسيغير من الحرب التي تقول بأنها حرب، عفوا سيقول بأن الحرب التي تجري في سوريا الآن هي حرب ضد التنظيم، وهو ما سيكسبه شرعية إلى الأمام، سيكسبه شرعية زائدة في قتل الشعب السوري وشرعية زائدة في أن يفعل ما يريده بحجة الحرب على تنظيم الدولة. سيتجه أو ستتجه أنظار العالم الآن إلى الرقة في سوريا، يعني هذا ما سيسعى إليه بوتين في الأيام القادمة، خاصة مثل ما قلنا أن داعش الآن يصدر من الموصل إلى الرقة. مستمعينا، كان عنوان حلقة اليوم حرب ضد التنظيم أم مخطط إيراني لإخضاع السنة. للاستماع لحلقتنا فيكن تتابعوا صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كنا معكم بالهندسة الإذاعية مهند القصوص وبالعداد والتقديم هادي أحمد. إلى اللقاء. أنا ما قلت لكم مليون مرة اقروا ما تعرفوا، نحنا ما دخلنا لكس كوت كوت كوت. وبترد الروح راديو أوريانت.